قبل ما دمتهم. طب انا الوقت كده مثلا يا شيخ، انا اسفه يعني حضرتك، باخد اعزك ربي يعني حقن منع الحمل، هل بترفع الدوره؟ ليه كده؟ لماذا؟ لا يا شيخ ابدا، يعني بتجيلي كتير. كم عمرك يا اختي؟ عايزه يعني بصراحه ربنا ببقى نفسيتي مش في كم الحمل. عمرك يا اختي؟ ها؟ كم عمرك؟ هتضرني؟ كم عمرك؟ انا عندي 41 سنه، ماشيه في في 41 يا يعني او اختي 40. يا اختي تظلمين الزوج. النبي عليه السلام يقول: تناكحوا فإني مكاثر بكم. والله امتن على بني إسرائيل بقوله: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وشعيب يقول لقومه عليه السلام: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. والنبي قال: ما قد سمعتيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: تناكحوا فإني مكاثر بكم. فلا تأخذي الحبوب، زودي الناس.